وخلينا نروح لارض الملعب من صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، واجواء ما قبل اللقاء مع الزميله العزيزه مريم سميح. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سعيد وكابتن داليا عرابي. برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده طبعا من الدوري، دوري سيدات سله الاهلي. والنهارده الحقيقه يعني النهارده ماتش مهم، الاهلي والزمالك. يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي داخل بمعنويات مرتفعه الحقيقه، ان هو يعني من بدايه المشوار او من بدايه الجوله الاولى والجوله الثانيه الحقيقه ان هو قدر ان هو يتغلب على نادي الطيران، وكمان ايضا على نادي الاتحاد السكندري، على الرغم من ان ماتش الاتحاد السكندري كان خارج يعني ارضه، كان بيلعب في الاسكندريه طبعا. يعني زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي فاز على نادي الطيران بنتيجه 91-47، وكانت اللقاء مقام هنا بصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وايضا فاز طبعا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 88-74. طبعا يعني الحقيقه ان النادي الاهلي متصدر الجدول، على عكس طبعا نادي الزمالك بياتي في المركز الثامن بعد طبعا نتائج الجوله الثانيه من الدوري. الحقيقه ان يعني نادي الزمالك داخل يعني يمكن في مشاكل كتير طبعا في صفوف الفريق يا كابتن هيثم. خلينا نقول عنده اصابه طبعا، اصابه نيره نافع، ايضا المحترفه مش موجوده في صفوف الفريق او مش هتكون متواجده النهارده طبعا في السكور. الحقيقه يعني ان كابتن ياسر عبد الرحمن يعني اتكلمت معاه قبل الهوا، هي ان هو يمكن خاض مع الفريق مران واحد فقط، هي تمرينه واحده فقط، لان هو شايف ان طبعا في مشاكل كتير، يمكن هو لسه متولي يعني تدريب الفريق منذ ايام قليله، وهو ده اللي خلاه يمكن ياخد مران واحد فقط. والحقيقه ان ده اول ماتش ليه امام النادي الاهلي طبعا يعني متصدر الجدول. الحقيقه ان النهارده المهمه صعبه جدا على نادي الزمالك، كمان زي ما احنا عارفين يمكن منذ ايام قليله طبعا اعلن كابتن عمرو عاشور ان هو مش هيكمل يعني او عدم استئنافه مع الفريق، وده خلال الايام الماضيه، ده طبعا بعد خساره نادي الزمالك طبعا امام سموحه بنتيجه 93-53، وايضا امام الطيران بنتيجه 81-57. ويعني يمكن كل دي مشاكل، يمكن الخساره في مباراتين متتاليتين، ويعني يمكن هي المباريات اللي خاضها نادي الزمالك منذ بدء المسيره او منذ بدء يعني الدوري. الحقيقه طبعا اعتذار طبعا المدير الفني عمرو عاشور، ويعني تولي كابتن ياسر عبد الرحمن في الدقائق الاخيره قبل مباراه الاهلي والزمالك، ده يمكن عامل يعني فرق كبير جدا ما بين معنويات نادي الزمالك النهارده في المباراه وما بين معنويات النادي الاهلي. خليني بقى اقول لك يا كابتن هيثم، يمكن ترتيبات النادي الاهلي لما كان اتكلمت طبعا مع الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده كابتن طارق خيري، الحقيقه ان هو شايف انه الاستعدادات زي استعدادات اي مباراه ثانيه، مش عامل لها حسابات اخرى او مش عامل لها استعدادات كبيره، ولكن يمكن الحقيقه ان كان التدريب عادي جدا منذ يوم الثلاثاء الماضي ده طبعا بعد نادي او بعد مباراه نادي الاتحاد السكندري اللي هم استأنفوا طبعا تدريباتهم حتى امس. والحقيقه ان هو شايف انه مباراه زي اي مباراه تمهيديه او في دور تمهيدي، يعني ليست مباراه بطوله وليست مباراه فارقه، فهو كان استعداداته يعني عاديه جدا زي اي استعدادات نادي تاني. خليني بقى اقول لك يمكن عندنا يعني اصابات، ثلاث اصابات في صفوف فريق النادي الاهلي. فريده وائل طبعا يعني اصابه، ايضا جايده خالد بتعاني في كدمه في الرباط الصليبي، هاله مصطفى الحقيقه ان هي مش هتكون موجوده برده النهارده في صفوف الفريق، ان هي يعني جايه من اصابه، فقرر طبعا يعني كابتن طارق خيري ان هو يريحها كمان في هذه المباراه. الحقيقه ان دي ثلاث اصابات الموجوده في صفوف فريق النادي الاهلي. طبعا يعني المحترفه شيكيلي كمان هتكون دي ثاني مباراه ليها عقب مباراه نادي الاتحاد السكندري، وان شاء الله يعني تأدي اداء مشرف بعد طبعا التعاقد معاها خلال الفتره الماضيه. طبعا يعني دي يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا من داخل صاله الشهداء اللي بيلعب عليها طبعا مباراه الاهلي والزمالك في دوري سيدات سله الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون ليه نتائج كويسه ويعمل نتائج كويسه، خاصه ان النادي الاهلي يعني يمكن صفوفه او كل اللاعبات الموجوده في السكور النهارده جاهزين بدنيا وفنيا طبعا زي ما اكد لي كابتن طارق، وان شاء الله نشوف اداء مشرف زي ما احنا متعودين دايما من سيدات سله الاهلي. مريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده يعني غطيت كل النقاط اللي يمكن محتاجين نعرفها من ارض الملعب. واضح يعني من كلام مريم انه نادي الزمالك بيعاني من مشاكل كثيره من تغيير جهاز فني وغياب محترفه وغياب بعض اللاعبات ايضا. النادي الاهلي في حاله استقرار، النادي الاهلي ما عملش اي اجراءات استثنائيه لاي مباراه اخرى يعني مختلفه عن اي مباراه اخرى، ولكن هو داخل اكيد بهدف اراحه اللاعبين واكيد في روتيشن.